نروح لزميلتنا روزان ناصر من اهلي الشيخ زايد ونعيش الفرحه مع اعضاء النادي الاهلي. مباراه نتيجتها طبعا يعني واضح جدا الاداء. خليني طبعا دلوقتي اخد يعني اراء الاعضاء هنا في الاهلي فرع الشيخ زايد. برحب بيك طبعا على شاشه قناه الاهلي. قول لي شفت مباراه النهارده ازاي؟ دي حاجه تشرف العالم كله مش مصر بس. بصراحه احنا بنشكر الشعب المغربي على وقوفه مع الاهلي وبنشكر اللعيبه وكل اللعيبه بصراحه يعني ادوا المباراه على اعلى مستوى وكتر الف خيرهم. خليني اسالك شايف مين النهارده يستحق يكون رجل مباراه النهارده؟ كلهم بصراحه وعلى راسهم حمدي فتحي عمل مباراه كبيره، محمد هاني عمل مباراه رائعه. بنقول ان النادي الاهلي هو نادي اوروبي على ارض مصريه. بنبارك لاسطوره الرياضه، الملاعب، اسطوره الاداره، كابتن محمود الخطيب بيرد فعليا في الملعب، ما بيردش بالكلام، بالافعال. احنا نادي الاهلي نادي افعال، نادي فعلا بيفرح مش مصر، العرب. النادي الاهلي هو هديه مصر للعالم، هديه مصر للعالم، ارقام قياسيه في مونديال الانديه يصعب على اي نادي عربي او افريقي يقرب لها. 20 هدف و20 مباراه و8 مشاركات، يعني ارقام كبيره للنادي الاهلي.